أكثر من 10 أسئلة يطرحها الزميل أحمد العطواني في تويندو مع لاعب المنتخب الوطني علي عدنان. مرحبا كابتن علي. مرحبتين حبيبي. ما اسم فريقك الشعبي؟ فريق الشعبي؟ سابقا فريق كريم جلال، كنا نلعب بالمنطقة مالتنا. مثلك الأعلى في كرة القدم؟ مثلي الأعلى بكرة القدم محليا أو عالميا؟ لا محليا. محليا الكابتن غانم عرابي. لو لم تكن لاعبا ماذا كنت؟ كان ممكن أشتغل أي شغلة في سبيل المساعدة عائلتي. هتاف تعشق سماعه من الجماهير؟ علاوة بالغيرة. كيف تقيم ثقافة اللاعب العراقي؟ من 10 طبعا. من 10 6. أكثر شيء زعجك مواقع التواصل الاجتماعي؟ كل شيء. صدق كل شيء والله. حلم كروي لم يتحقق؟ الحمد لله تحقق. أفضل لاعب في العراق حاليا؟ بشار أسد. فريق عربي تتمنى اللعب معه؟ ممكن الأهلي السعودي. موقف سعيد لم تنساه؟ موقف سعيد لم أنساه مباراتنا مع إيران. شكرا جزيلا.